ملاذي يا ملاذي. أخي وحبيبي في الله، هذا الالتزام، أن أعفيت لحيتك، قصرت ثوبك، تركت المعاصي، أقبلت على الله، سمعت المشايخ، هل هذا التزام يوصل إلى الجنة وتنصر به الأمة، أم ما زال الالتزام مجوفا مهوشا مجرد مظاهر؟ من الالتزام إعفاء اللحية، تقصير الثياب، نعم، ولكن هذا هو الشكل وتلك هي الراية التي لا يصلح زحف الجيش إلا بها. فالناس تتعلق أبصارهم بالراية، فإذا سقطت الراية علموا أن القائد سقط، لذلك كانوا حريصين جدا الحرص على أن لا تسقط الراية. لأنني أختزل الخلل كله في قضية التربية. نعم، في قضية التربية أم في غياب المربي؟ لا يمكن أن تنفصل التربية عن المربي. أنا أود أن أبين لأحبابنا أن خللا ما وقع في هذه الجزئية أيضا. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي الأمة بنفسه واحدا واحدا نعم. أو فردا فردا نعم. وإنما رب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الخبيث. إنه لابد أن يثبت في مكان واحد بخلاف المعلم. صحيح. أنا أستطيع أن أنا أعلم في تجوالي، لكن لا أستطيع أن أربي. التربية لابد أن يكون ثابتا في مكان واحد. أنا أرى أنه يجب ابتداء على إخواننا وأحبابنا أن يحرص كل واحد منهم على أن يربي نفسه الآن بنفسه من خلال التعب بنفسه، التربية الذاتية، بنفسه، لأنه لن يجد الوقت الكافي عند مشايخه الذين يحبهم ليجلس بين أيديهم وليتربى على أيديهم. لكن أقول لو رب نفسه بنفسه ابتداء، أولا بأن يتعبد لله تبارك وتعالى وأن يحرص على هذا الجانب، لأن هذا الجانب أنا أراه الآن في ظل هذا الواقع من أعظم الأسباب التي تربي النفس وتصفي وتزكي النفس. العبادات. العبادات. بما نجاك الله. بفضله ثم بالقرآن والدعوة. ما شاء الله. يعني أنا لازلت أذكر بفضل الله تبارك وتعالى أنني كنت أمر على أحبابنا لأوقظهم حجرة حجرة لصلاة الفجر. والله أنا بعتقد أن من حمل شعار الدعوة على الأقل فيما يتعلق بالشكل لابد أن يكون متلبسا بخلق الإسلام. اليوم الشباب الذي عندما يتلبس بالدعوة وتلبس بالالتزام لم يحسن عرض القضية. حسن الخلق قبل أن يلتزم، قبل أن يلتحي، عشان لأن كلمة التزام كلمة كبيرة، مش هنختصرها في اللحية، لكن على الأقل الشعار، يعني أول ما بيلتزم بيعفي لحيته ويقصر ثيابه، بعدين بيبقى غليظ. الغلظ ده سببه الجهل، بيضرب لخمة في المواقف كيف تصرف. هناك كلمة جميلة قالها الحكيم الترمذي، قال: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلق. يعني الالتزام بالفعل يتطور بتطور الإنسان من الناحية العلمية والعملية. يعني أقول مررنا جميعا بهذه المراحل الحماسية المتأججة، فكان يوقعنا هذا الحماس في كثير من الأخطاء الحقيقية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الأدلة القرآنية والنبوية. مراهقة الالتزام ان احنا نلاقي داعية او اخ، ما تسمعش فلان، ما تسمعش فلان، ما تسمعش فلان، ما تسمعش فلان، وعايز يبقى هو يسمع لوحده. يعني هذا له سببان من وجهة نظري. نعم. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى. أريد أن أضيف إلى ما قاله أبو أحمد حفظه الله واقعة حدثت لسفيان بن عيينة في هذه المسألة تحديدا. نعم. طبعا سفيان بن عيينة قدره معروف يعني. نعم. يقول عباس بن عبد الله الترقفي: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في المجلس، قال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. فقال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا، يعني يرى أنه من الشقاء أن يكون وحيدا، لأن وجود إخوانه نصر له على الحقيقة نصر. فالذين يخذلون عن المشايخ وعن أهل العلم لا يعرفون حقيقة أنفسهم. أنا أرى كما قال الشيخ أبو أحمد أن الكبر واتباع الهوى هو أحد أهم الأسباب الرئيسة
التي جعلت فلانا يقول أنا هنا والباقي هنا؟ أتذكر كلاما نفيسا جدا الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. كيف يقول؟ لا شك ولا ريب أنه ينبغي على الطالب ابتداء أن يعرف شرف ما يطلب وفضل ما يطلب. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقة. الطريق الأول المشافهة، نسمع من الشيخ بشر. بمعنى أن يجلس الطالب بين يدي شيخه أو معلمه. ومن جميل ما قال الشاطبي في هذا، قال: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه ما لا يفتح به عليه دونه. الطريق الثاني، إن لم يتيسر له هذا الطريق وهذا وارد أيضا ونراه على أرض الواقع، الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاته. أخي، لن تنال العلم إلا بستة. سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمن. يا ملاذي